واش الاصدقاء السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. في الفيديو كما شفتوا اليوم في الصباح ما بقاش ميت دير، قلت والو غنمشي نترين. كما غادي تشوفوا دابا جيت للبارك عايش خاوي، كان انا بوحدي. اول بارك خاوي كنت هو قبل ما غادي نبدا غندير شويه ديال التصغينات، خليكم معايا. دابا غادي نلبس البانط ديالنا وغادي نمشي اول كومب ديال اليوم. كما شفتو درت الكومبو غير باش نتطلق على برا وباش ما تبقاش ديني ديك الدوخه من بعد. الفشلات هادشي كامل اللي شفتو دابا راه ما كاين لا موتيفاسيون لا مزيكا لا والو، عرفتي راه كنترينيو بحال كتقولو بالزمن، ليش باز هادوك اللي كيبقاو يترينيو بوحدهم عرفتي راه بزاف، صعيب صعيب يطلع النيف وحق الله، عرفتي انا دابا جربتها ما يمكنش، كتحس براسك عيان وما قاد دير والو، يعني ما كاينش هادوك الدراري اللي كيبقاو يغوتوهم مزيكا وكذا، ما كاين والو، ما بلاش تريني بوحدك اخي. المهم العشرين كما شفتو دابا انا غتكون النهاية ديال الحصة ديال اليوم. راه تقريبا ماشي هذا هو الجهد ديالي، يعني راه كنت متريني البارح 16 وما كنت معول على اليوم كاع انا وغنتريني صافي، ضربت الفيق الصباح قلت ما كاين ما يدير المره غنتريني استافد من النهار، المهم النهار ما داش شهر خاوي استافد من الصباح، واحد هو اللي نوض يتريني شويه يبدل الروتين ديالو. نتمنى يعجبكم الدراري هذا الفيديو ديال اليوم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.